والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن مهرجان المرموم التراثي الذي يحمل الانطلاقات هذه الأسماء والشعارات المميزة المتوافدة على أرضية هذا الميدان. مرحبا بجميع القادمين، بجميع الحاضرين على أرضية تحفة ميادين السباقات. ينطلق شوطنا الثاني عشر يحمل تحديات الإبكار، الإذاعة المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. مباشرة مع دمعة سعيد بن عبد الله بن سبعين المحرمي يقدم لنا دمعة مع بداية هذا الشوط. المركز الثاني تأتينا القادمة شرارة، يقدمها مهير بن علي بن دري، يقدم لنا شرارة على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر تتسلل هنا بالتسلل المميز مودة تأتي لهلال بن سعيد بن هلال الظاهري، يقدم لنا مودة. المركز الثالث أو المركز الرابع والخامس وصلنا، نعم، مع غزة القادمة. عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني يقدم لنا غزة بهذه اللحظات، وأيضا القدوم مع انطلاقة هذا الاسم القادمة إبداع صالح بن بريا بن صالح البلوي يقدم لنا هذا الاسم. أيضا الوصول بالانطلاق المميز حيث وجد القادمة على سابع المراكز هيبة، يقدم محمد بن الصغير بن محمد المنصوري، يقدم لنا هيبة، يقدم لنا هيبة. والقادمة أيضا والحاضرة بالحضور المميز حيث وجد صيت سالم بن أحمد بن دري يقدم لنا هذا الاسم. أيضا الوصول مع الوذنة مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري يقدم لنا هذا الاسم. يقدم لنا أيضا الوذنة والأسامي قادمة والحضور المميز مع هذه الأسماء المميزة الرائعة. تاسع المراكز أجد القادمة والمنطلق أيضا عوايد علي بن خاطر بن هاشل الشامسي، والمركز العاشر أختم الندى مع أيضا حيلة مغير بن سالم بن حارب العميمي، من يقدم لنا حيلة. هذه العشرة المراكز الأولى، هذه العشرة المراكز المتقدمة في هذا الشوط الباحثة عن الانتصار، الباحثة عن الفوز، تبحث عن ناموس من تحفة ميادين السباقات. لكن التغيير وهنا أيضا عسيلة تتقدم. عسيلة محمد بن سهيل راعي العوية العامري يقدم لنا عسيلة. ركز يا راعي العوية. الشوط أيضا يحمل أسماء مميزة. الوذنة على المركز الثاني تتقدم الوذنة، يقدمها مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري يقدم لنا الوذنة على المركز الثاني. المركز الثالث تحرك بن سبعين ليقدم لنا دمعة سعيد بن عبد الله بن سبعين المحرمي، غادم مع انطلاقة دمعة. المركز الرابع وصلت نامودة، تأتي الهلال بن سعيد بن هلال الظاهري يقدم لنا مودة، وأيضا الشبل يصل مع صيت سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، والأسامي قادمة أيضا اللي وصلت وتدخلت بتدخل الممتاز. نمارق يقدمها عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، يقدم لنا نمارق الواصلة بهذا الشوط. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات أيضا
أيضا اللي وصلت وتقدمت بهذه اللحظات أيضا القادمة وصلت صيت أو القادمة نعم من الجانب الآخر تسللت بهذا التسلل المميز القادمة عوايد علي بن خاطر بن هاشل الشامسي قادم مع عوايد والأسامي قادمة وأيضا وصلتنا وتدخلت أيضا شرف أول نداء لشرف سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت يقدم لنا شرف أيضا وصلت على المركز العاشر هي هيبة محمد بن الصير بن محمد المنصوري ولكن مشاهدينا متابعينا الكرام عودتنا إلى المركز الأول عودتنا إلى الصدارة وإلى عسيلة محمد بن سهيل راعي العوية العامري يقدم لنا عسيلة يقدم لنا عسيلة من تتقدم الجميع تتقدم هذه الجموع وتتقدم هذه الأسماء باندفاع ولا أروع باندفاع مميز والوذنة الوذنة قادمة قادمة لمبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري وصلت أيضا نمارق يقدم لنا نمارق عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية وأيضا تدخلت القادمة المتحدة بندر بن عيد بن نجم السلامي العطوي وأيضا وصلت وتدخلت قيادة سالم سليم بن مسلم بن قنزول العامري ولكن 1200 يا راعي العوية العطية وصل العطية ليقدم لنا نمارق والأسامي والوذنة والأسامي قادمة والشوط حاير ما بأيضا القادمة البندري تصل لسالم بن محمد بن ذويب العامري وأيضا الأسامي قادمة وبن قنزول والأسامي والشوط يحمل هذه الأسماء ولكن يا راعي العوية روح بالفوز روح بالانتصار مع انطلاقة عسيلة محمد بن سهيل راعي العوية العامري راحت عسيلة ولكن الوذنة قادمة على المركز الثاني يقدم لنا الوذنة مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري وأيضا القدوم مع المتحدة بندر بن عيد من نجم السليمي العطوي وأيضا نمارق العطية بالأمتار الأخيرة ما بين أيضا نمارق ولكن نمارق عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا نمارق طارت إلى الفوز طارت إلى الانتصار سلام يا الشحانية سلام يا العطية من قدم هذا النوع المميز سلام يا نمارق سلام يا عبد العزيز يا بن خالد يا بن عبد الله يا العطية سلام يا الدوحة سلام يا العطية من قدمها مع الفوز والانتصار تهانينا والناموس المركز الثاني وصلتنا أيضا الوذنة مبارك بن محمد بن هادي الجربوع المري المركز الثالث وصلتنا عسيلة أيضا مع المركز الثالث لمحمد بن سهيل راعي العوية العامري المركز الرابع وصلتنا لسعادة فري بن علي بن حمود الظاهري اللي هي لبدة القادمة على المركز الرابع المركز الخامس اللي وصلت على المركز الخامس أيضا المتحدة بندر بن عيد بن نجم السليمي العطوي من قدمها مع المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام تابعنا هذه التحديات وساعة وصول أيضا نمارق مع الفوز والانتصار توقيتها قدر 9:02 وجزءا واحدا من الثانية تهانينا والناموس لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية تهانينا والناموس على الفوز والانتصار المركز الثاني وصلتنا أيضا الوذنة توقيتها 9:03 وجزءا واحدا من الثانية تهانينا والناموس لمالك الوذنة مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري عسيلة احتلت المركز الثالث قدم لنا عسيلة محمد بن سهيل راعي العوية العامري توقيتها 9:03 وجزء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.